مش الفرطه ترجع. احنا رجعنا للبلاتو بعد غنيه الهادي جويني. منى كنت تحكي على الشريحه واحنا مش نبعدوا البعيد تتفاجئ هيك كنت تسمع فيها في الكواليس. احنا نحكيوا على الشريحه تتفهموني شنو هي الشريحه. ضيفي هو الاستاذ شوقي قداس. صباح الخير شوقي. هو رئيس الهيئه الوطنيه لحمايه المعطيات الشخصيه. نحكيوا على النفس هذه طويله خاطر اي هما الهيئات كلهم طويل راهم اساميهم شوقي. الهيئات الوطنيه كلهم اساميهم صحيح ترينو صحيح. قطره ودي فاغون. المهم باش نحكي وقلت على الشريحه على خاطر باش نحكيو على بطاقة التعريف وعلى الباسبور البيومتريك وعلى تفاصيل أخرين يهموا العمل نتاع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. والأستاذ شوقي قداس ضيفنا في حوار اليوم في الفقرة اليومية القارة اللي تجيكم تقريبا في الوقت هذايا في صباحك يا تونس. قل لي ساعة في الأسبوع هذا اللي احنا فيه أستاذ شوقي قداس شنو أهم موضوع أهم أكتواليتي قد تخدم عليها الهيئة نتاع حماية المعطيات الشخصية؟ والله نحن مزنك خرجنا من ملتقى دولي نظمناه الأسبوع الفارط وكان افتتحه سيد وزير العدل وزير حقوق الإنسان نهار الاثنين اللي فات وهي حاجة عمرها ما صارت في تونس قبل. كانوا موجودين متواجدين على التراب التونسي قرابة 12 حامل معطيات شخصية من أوروبا ومن أفريقيا والملتقى السنوي هذايا تنظمه الجمعية الفرنكوفونية لحامل معطيات شخصية وطرقنا فيه لمسائل تهم كل الهيئات هذية ما بيناتها إفكتيفمون المسألة نتاع المعطيات البيومترية ومتاع دخول حيز النفاذ نتاع القانون الأوروبي اللي باش يدخل في حيز النفاذ في مايو 2018 واللي باش تكون عليه انعكاسات حتى على الدول اللي ماهيش في الفضاء الأوروبي. إذا احنا عندنا دي فوتو دو فامي يظهر لي عندي فوتو دو جروب من الملتقى تاع نتفرجوا فيهم. دونك مازلنا نرجعوا في النفس. تصير يعني الهيئات اللي من النوع هذايا كيما هيئة حماية المعطيات الشخصية هوني في تونس الهيئة الوطنية عندها عمل مشترك وعمل مقارنة ما بين التجارب في بلادنا وفي بلدان أخرين. فما تعاون فما نوع من نعرفش كان صحيحة الكلمة من أومولوجاسيون قاعدين توحدوا في القوانين نحن في البلدان صحيح. الكل اللي مفروض أنها تحمي المعطيات الشخصية هو على خاطر المسألة والإشكال نتاع حماية المعطيات الشخصية ما ينجمش يتعالج على المستوى الوطني فقط لانه اليوم المعطيات تحوس تمشي بكل بقعه ما عندها الحدود ما عندها حتى اساس لها تحوس في كل بقعه وقت اللي انت معطى شخصي تعطيه نتاعك اليوم الباسبور نسافر به عابر للحدود وللقارات اي ليه الناس ما تعرفش ها باش نقول للناس مثلا انت تمشي مثلا باش تاخذ فيزا يقولوا لك اعمل اسيورونس دو فواياج هكا ولا لا صحيح هالمعطيات هذه باش تتحول الى الفضاء اللي باش نتاع البلاد اللي انت ماشي له دونك اش صار انت كل المعطيات نتاعك اللي تهمك انت الكل باش تمشي تلقاها في فرنسا باش تلقاها في ايطاليا باش تلقاها في المانيا باش تلقاها في كندا اذا وهذا مش هذا برك وقت اللي انت تحول فلوس وقت اللي تعمل تعاملات وتمشي تعمل تامين كالكيل سوا اتسيتيرا هذا الكل يخلي انه المعطيات نتاعك فما فرضيات كبيره انه المعطى هذا مش يقعد على التراب التونسي برك لكن باش تلقاه في دول اخرى لذلك الهيئات الكل اللي موجوده في العالم اليوم نحن في قرابة 130 هيئة موجودين اليوم في العالم 130 دولة معنا 130 دولة عندها هيئة فما دول عندها قوانين حماية لكن ما عندهاش هيئة ما عندهاش هيئة خلات المسؤولية هذه لوزارة مثلا بخلاف تونس وزارة. فما دول عربية عندهم هيئة لحماية المعطيات الشخصية نحن والمغرب احنا والمغرب هكا هاو هذوم هما اللي موجودين فقط لأنه ما فماش قوانين حماية تو فما قانون حماية في دولة قطر لكن ماهوش متطور برشا المغرب عندها قانون حمايه وهيئه وموريتانيا عندها حكايه شهر صادقت على قانون حمايه وباش يكون عندها ان شاء الله سلطه دونك هيئه للحمايه لكن في باقي العالم العربي مازال ما فما حد شيء ولذلك علينا احنا مأخرين شويه في المساله هذه يتفرجوا فينا تفضل كامل لا انا قلت على التعاون دونك نحن نتعاونوا بيان سور الهيئات الكلها يهزوا التليفون ونبعثوا لبعضنا دي ميل ونتشاوروا حول المسائل المطروحه وحول الملفات ساعات نحن مثلا كان نائب رئيس الهيئه نتاع بلجيكا في تونس وطلب مني قبل ما يجي باش انا نقوموا بعمليه تفقد في هياكل اقتصاديه موجوده على التراب التونسي وهي دو ناسيوناليتي بلج اترانجير وقمنا بالعمل هذا مع بعض. شنو واصل معك في سؤال بيداغوجي شوقي قداس
الناس اللي تفرج فينا تقريب كل الشرائح، كل معناتها سيت اون ايميسيون دو غران بوبليك. باهي، خلينا نفسروا لهم شنو هو المعطيات الشخصيه، معناتها انا كفرد كمواطن كانسان كمظهر كصوره وكبيانات زيد، شنو الحاجات اللي تعتبر معطيات شخصيه وشنو الحاجات الاخرين او المعلومات الاخرين اللي نجم تعتبر معطيات عامه قابله للتداول وللتبادل مع الفضاء العام؟ كل شيء معطيات شخصيه. تصويرتي مثلا معطى شخصي وحساس. اسمي ولقب معطى شخصي. باش تقعد تطور في عندي ثلاث اشهر. كيفاش نعملوا معناها؟ اش نعملوا؟ يعني باش ما نحافظ على معطياتي الشخصيه هذوما عنواني واسمي والبصمه نتاعي بصمه ما قلت. مثلا كيفاش المواطن لازم يعمل باش يحمي روحه؟ انت تعرف ما وقت اللي تمشي المغازه كبرى وانت تخلص في الكيسه مدام ولا مسيو عندك كارت دو فيديليتي تقول له يقول لك هاكا الكيشي تنجم تمشي تعمل كارت دو فيديليتي وتعمر مطبوعه مطويه فيها اربع صفحات وي لو بالتفاصيل الممله. اش تعمل؟ تعمل البطاقه نتاع بطاقه الوفاه لك المغازه ولا المواد اللي انت مستاز تشري منهم ولا ما تعملش؟ الاشكاليه ماهيش في نعمل ولا ما نعملش، الاشكاليه وقت اللي باش نعمر انا هالمطبوعه هذه كلها وبالمعطيات اللي فيها الكل قد عندي من ولد وفي نسكن وشنو الدخل نتاعي اتسترا، هذوما معطيات شخصيه ومعطيات شخصيه ساعات حساسه، لكن الاشكاليه هي هالمغازه هذه كيفاش باش تعالج هالمعطيات هذه؟ اون فوا تحصلت عليهم شنو مش العمليات اللي باش تقوم بهم على المعطيات هذه؟ باش تخليهم عندها؟ باش تاخذ موافقتي عليهم؟ باش تحولهم لاشخاص اخرى؟ باش تصدرهم للخارج؟ هذا الاشكال فين؟ دونك الاشكال ماهوش في المواطن كي يعطي معطياته، الاشكال هو كيف سيتم المعامله مع المعطيات هذه. هذاك علاش فما قانون في تونس، الدستور نتاعنا قال الدوله مطالبه بحمايه الحياه الخاصه للافراد ومعطياته الشخصيه، وعندنا قانون فيه 125 فصل يحمي المواطنين في معالجه معطياتهم الشخصيه. والقانون نتاع الهيئه هو هذاك هو القانون اللي انشا الهيئه. القانون اللي انشا الهيئه. ما هو فيه وفيه 12 فصل طبع جزائي، كل انسان يعالج المعطيات الشخصيه وما يحترمش القواعد اللي موجودين في القانون هذا يعاقب جزائيا بالحبس وبالخطايا. باهي اليوم شوقي قداش فما مئات الالاف من الناس باش ما نقولش الملايين ونحكيو باقي على تونس عندهم ايميل، عندهم كونت تويتر، عندهم كونت فيسبوك، عندهم كونت جيميل، عندهم كيفاش يدخلوا الى لي بلاتفورم نتاع الانترنت الكل. وتعرف اكيد الناس اللي مغرومين بالانترنت الناس ولات مرزه تو بالانترنت، الناس كل تراهم لاصقين في السمارت فون ولا في البورتابل نتاعهم نهار كامل وهما قلتها قبل تو تدخل قهوه تلقى الناس كل في التليفون. الناس كل مش قهوه هو في كل بلاصه، حتى كنت لفت على يمينك وعلى يسارك تلقى الناس كل شادين البورتابل مش تونسي حتى في غير وقته احيانا. بشويه بشويه فيسبوك يحيي المعطيات من غير ما تشعر، يزلقك باش تعطيه نمرو تليفون، بعد مده يزلقك باش تعطيه انت شنو يعجبك الخريف ولا الصيف، بعد يزلقك باش تقول له تحب اللون الاحمر ولا اللون الاخضر. هو وبشويه بشويه يبدا الحقيقه سامحوني في استعمال العباره يسلب فيك، وجميل هو عاده يسلب فيك بشويه بشويه حتى لين تفيق بروحك اذا كان الكونت جميل نتاعك كونكتي الوقت الكل، تلقى روحك معناتها صب بيك صبه انت وين قاعد يقول راهو فلان قاعد في البقعه الفلانيه تو، وانت ما عينكش باش تعلن للعالم للبشريه الكل شقاعد تعمل ولا وين انت موجود. المساله هذه مال لازمنا نبداو الناس لازم تفهمها، كانت تعطي معطياتك الشخصيه لمؤسسه اقتصاديه والا مؤسسه عموميه موجوده على التراب التونسي طبق القانون نتاع 2004 وحمايه المعطيات الشخصيه في تونس. لكن ها نقولها للمواطنين ونغزر لهم، راهو وقت اللي تبداو على فيسبوك وتبداو على تويتر وتستعملوا جيميل وتستعملوا هالوسائل هذه الكل الحديثه ماكش في تونس، ماكش في تونس. انت باش نجم تحصلت على هاللي سيرفيس هذوما، داير فما كلمه تتقال معروفه في العالم نتاعنا نتاع حمايه المعطيات الشخصيه بطريقه بصفه عامه، يقول لك سي سي غراتوي سي كو لو برودوي سي فو، يعني انه من المؤسسات هذوما زعما هيئات خيريه ما جمعيات خيريه، لا يصرفوا في ملياردوات باش يخليوا فما هالسيرفيس هذايا على ذمه الناس. دونك تدخل انت تعمل ان كونت وتتوكل على الله وتبدا تقول هاني مشيت تعشيت، هاني مشيت تحوست، هاني مشيت للاك، هاو مشيت مع شكون، هاو سافرت، هاو اتسترا اتسترا. هذم ناس عطاوك ان سيرفيس وانت جراتوي قاعد تعبي في المعطيات اللي حشتهم بهم باش يحلوا كل ما تقوم به. هو مش يسلبك المعلومه راهو يصلح لهم
يصلح لهم انه هذا سكون ابل لو بيك داتا. وقت اللي تحصل انا نقول لك حاجه انا مره تقول ان سيغتان مومون صحيح باش تقول بيك براذر از واتش. لا 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 اليا ان با اونتر لو بيك داتا. لازم لو بيك داتا شنو هو؟ وقت اللي نخزن كميات مهوله من المعطيات يا ان با باش نمشي للبيك داتا على خاطر سي لا فيديو سيرفيون جينيراليزي جايه الطريقه نتاع سوكو في جوجل مثلا. كان فما ناس توا نعرفهم في تليفوناتهم وهذا فرصه باش نقولها للتوانسه الكل يسمعوا فينا. وقت تليفونك ثبت انه ماكش حاط لوكاليزاسيون الجي بي اس نحيه الجي بي اس كان وقت يستحق له بور ان ابليكاسيون لانه المعطيات نتاعك الكل دو لوكاليزاسيون قاعده تتصب عند جيميل وعند جوجل دونك قاعدين يعرفوك فين تمشي وفين تجي. هذايا الكل اش قاعد يعمل؟ نوصلوا الى ان سيستيم دو سيرفيلانس جينيراليزي اللي هو لو بيج براذر كاميرا كاميرا المراقبه. هذا هذا, هذا هو الخطير. لكن هذا الكل راهو قاعد يتعالج في دول اخرى وخارج على القانون التونسي. اذا انا ما نجم نعمل حتى شيء كان مش ننصحكم هكا هو. انا عندي كونت جيميل وعندي كونت تاعي فيسبوك وعندي كونت تاعي تويتر وهاني حامل المعطيات الشخصيه لكن نستعملهم نجم جو مي او ديفي نيمبورت كي لقيتوش تصويره نتاع مرتي ولا نتاع ولدي ولا نتاع فين مشيت ولا في نتاع فين جيت. ابار ساعات مبهر مثلا نمشي ما عنديش برشا وقت نفسي بختي حتى نهار كونجي جو لو دي لكن وقت لي ساعات في اخر العشيه نمشي نعمل غطسه والبحر قدامي مزيان ناخذ تصوير ونحطها لكن نحمس شويه في الناس اللي ما مشاوش. لكن احميوا انتوما معطياتكم الشخصيه على المواقع هذه راهو ماناش في تونس رانا لبرا. صححتوا كونتراتو مع مؤسسه موجوده لبرا ويطبق عليها القانون الامريكي مش قانون تونسي. باهي خلينا في تونس استاذ شوقي قداس. في وقت من الاوقات كنت تذكرشي الحكومه اعلنت انها باش تركز كاميراوات مراقبه في الشوارع الرئيسيه شارع بوديبه. ما نعرفش دايوغ موجودين الكاميراوات اليوم ولا مازال ما حطوهمش. فما معطى اخر زاده الدوله بمؤسساتها العموميه ومؤسساتها السياديه كي تجي داخل تطلب عليك بطاقه الهويه نتاعك وانت فوزافي تيكي على هذا. انت نعرف اللي ما مش عاجبتك الحكايه وعندك موقف وفسر لنا علاش. وانت لما حلا شهر ما دخلتش البلاتون بكيرا ورجعت نشرت نعرف مش على ما رجعت روحت انتم عاودتوا عيطوا لي لانه انا مش نقول هذه وباش يكون المسؤولين الكل يسمعوا فيها. وفي البدايه السيد وزير الداخليه ان شاء الله مبروك التنصيب نتاعو في الوزاره. لكن نقولها ونعاودها بطاقه التعريف وثيقه حساسه ندلي بها باش يشوفها الشخص اللي مقابلني باش يعرفني شكوني لاجون دو لاكوي مثلا كيل سوا ولا ان كوميرسان انسان باش نعطيه شيك مثلا ينجم يطلب مني بطاقه تعريف باش يشوف الاسم اللي موجود على الشيك والاسم اللي موجود على بطاقه التعريف هما بيدهم ولا لا. ما عندوش الحق يطلب منك نسخه لا عنده الحق باش يطلب نسخه لا عنده الحق باش يكتب المعطيات اللي موجودين في بطاقه التعريف ولا ان سكي كونسيرن العام اللي صار هذايا توا وانا داخل التلفزه ويصير مشكلة شوقي ويصير في المؤسسات العموميه الكل لا حتى المؤسسات الخاصه جديد ولا مؤسسه خاصه هذايا غير معقول حمايه امنيه ما تعرف الا ما نجم ندخلك للمقر نتاعي الا ما نعرفك شكون يعطيك الصح باش نعطيك بادج نتاع دخول نعطيك بطاقه زائر لكن في المقابل ناخذ عليك بطاقه التعريف نتاعك باش انت كيف تجي خارج ما تنساش بطاقه زائر في مكتوبك تروح لي بها. هاو هو التبرير. انا مش قاعده نقول لك في موقفي الشخصي ما قاعده نحكي لك علاش الاجراءات الاداريه هذه للامال والمشاهدين اللي يتفرجوا فينا باش نفسر لهم حاجه سهله. بطاقة التعريف هذيك أصعب وأخطر وثيقة موجودة على التراب التونسي. تقولي علاش؟ النسخة متاعها عندها نفس القيمة القانونية كالأصل. بالنسخة متاع بطاقة التعريف متاع مهما مواطن نجم نمشي ناخذ بيس متاع تليفون. أي نجم نرشح إنسان للانتخابات الرئاسية. إذا إنسان يجمع نسخ نتاع بطاقة التعريف اللي موجودين في الدوسيات نتاع الهياكل العمومية والخاصة الكل ويعمل منهم نسخة هما ينجم يعمل اللي يحب في تونس. أنت شاب عاطل عن العمل باش تعمل مطلب نتاع شغل يقولوا لك نسخة بطاقة التعريف. هو الشركة ما أنت أبسط حاجة في كل حاجة يطلبوا عليك نسخة من بطاقة التعريف. هذا لازم يتغير نوعا ما لأنه بطاقة التعريف شخصية وما نعطيو نسخه كان في حالات معينه ومضيقه جدا وتحت مراقبه الهيئه الوطنيه لحمايه المعطيات الشخصيه. انا كنا نعملوا في انسبكسيون كنت نحكي لك على زميلنا اللي جا من بلجيكا ومشينا شفنا الشركه اللي تعطي في لي فيزا البلجيكا. وقت تمشي باش تاخذ الفيزا نتاعك باش تاخذ الباسبور يقول لك جيب معك بطاقه تعريف ونسخه من بطاقه تعريف. قلت له اش تعملوا بهم النسخ تاع بطاقه تعريف؟ قال لي باش نبداو متحقين انه الشخص هو بيدو جهز. اي قلت له من بعد شنو تخلي فهم عندك؟ قال لي لا وهز وراني. بعد 10 ايام الانسان خذا بطاقه الباسبور نتاعو
يتم اعدام يقطعوهم. شفتهم يقطعوهم طروف طروف ما يخليش عنده، لانه راهو بطاقه التعريف خطيره جدا. الور اللي صار اليوم هو اني وقت لي انا داخل قال لي اعطيني بطاقه تعريف، قلت له تفضل هاي بطاقه تعريف. هو عنده في الليست ضيوف شوقي قداس، اعطيته بطاقه تعريف شاف لي فوق شوقي قداس. دونك على المسائل الامنيه وفات الحكايه، ما عادش عندي انسان تخلى مجهول الهوية. اذا ترجع لي بطاقه تعريف تاعي، تعطيني البادج، ومن بعد هذه مسائل نرجع البادج ولا ما نرجعش، هذا تنظيم داخلي للمؤسسه. انتوما لازم يكون عندكم دي سيستيم باش وقت اللي نخرج من البادج من البورتيك في السورتي يزمر كان ما رجعتوش. لكن ما يقعدش بطاقه تعريف عندك. وهذه هذه للحظه مش مره الاولى، هو ديما مش كان في التلفزيون، صارت لي المره الاخرانيه اللي صارت اخرين مش كان في التلفزيون. وفي كل الحالات ما نخليش بطاقه تعريف في على كل حال تقول لي في البورتيك يزمر، يلزم المؤسسات العموميه اللي من نوع مؤسسات تكون عندها دي كارت فيهم هيك البوس مانيتيك اللي باش نحكيو عليها، اللي باش نحكيو عليها يظهر لي، اللي هي المفروض انها تكون موجوده في بطاقه التعريف البيومتريه دولة تونسية تحب تعملها. مي سي با اون بوس اللي قاعد نحكي عليها، لانه في الشرائح فما زوز انواع. فما شريحة اللي تقرا المحتوى نتاعها باللمس، لازم تدخلها في ليكتور باش تقرا اللي في وسطها. وفما نوع من الشرائح كون ابير ار اف دي، تبدا انت متعدي وفما دي بورن موجودين قارئات عن بعد. الا ديتكت. الا ديتكت ويقراوا اللي ما فما اللي في وسطها، ما غير ما تمدها وهي في مكتوبك. مثلا تتعدى انت في البياج تاع لوتوروت فما كارت سبيسيال. أي. تتحل البارير من غير ما تمد كارتك، موجوده لاصقه في الباربريز تاع الكهرباء. هذيك سي اون بوس ار اف دي. بطاقه التعريف البيومتريه اللي المفروض انه فما مشروع تاع قانون اساسي. مش مفروض، موجود. موجود قانون اساسي. وتعدى على اللجنه. وتعدى على اللجنه ويمكن باش تولي موجوده، كيفاش شكلها الكارت نتاعها؟ هذايا نحن من النقائص اللي موجودين في القانون، هو انه القانون ما يقولش اسكو الشريحه اللي موجوده فيها هي باللمس او بعدم اللمس. يعني اسكو المعطيات اللي موجوده فيها لازم نحط الكارت دانتيتي في وسط قاره باش نقراهم، ولا كانش نجم نقراهم حتى عن بعد؟ هو كيفاش يلزم يصير؟ لا يمكن ان تكون عن بعد. حماية لمعطيات شخصية كيفاش يلزم لا تكون؟ يمكن ان تكون عن بعد بالمره، لازم تكون نحطها في ليكتور باش نقرا اللي في وسطها. شكون اللي عنده لي ليكتور هذوما؟ معناتها شو الاجهزه اللي المفروض عندهم لي ليكتور هذوما باش يقراوا؟ الناس كل نجموا يقراوهم ابار البارتي اللي موجوده في الشريحه واللي هي كريبتي. الناس كل بيان سور كل انسان اي كومبري انا صاحب البطاقه نجم ندخل البطاقه نتاعي في وسط قارئ مبرانشي على حاسوب ونجم نقرا اللي موجود في معطياتي. دونك لازم نقراها، لكن فما شو يقول القانون؟ يقول في الشريحه هذه فما جزء منها مشفر. يعني حتى كي تحطها انت في قاره ما تنجمش تقرا اللي فما في وسطها. شكون من نجم يقراها؟ كان الهياكل الامنيه. الشرطه، وزاره الداخليه. الشرطه والداخليه والكل وانتم كهيئه حمايه المعطيات الشخصيه عندكم الحق زاد باش تقراوا ما عطوناش الحق هذا. لي كودي اللي في الشريحه. نحن تو اللي طالبينه في وسط المشروع هذايا هو انه فما قاعده من القواعد تاع حمايه المعطيات الشخصيه تقول اني عندي الحق باش ننفذ المعطيات نتاعي انا. هما معطيات. كهيئة. انت كهيئه لا خلينا من الهيئه، الهيئه تو قاعده تدافع على حقوق الافراد. على حقوق المواطنين التوانسه. التوانسه لازم يكون وقت اللي ياخذوا البطاقه هذه في يدهم فما طرف من الشريحه مشفر، ما نجمش يقرا حتى حد، لكن انا كمواطن لازم ندخل ونقرا شو ما في وسطهم لانهم المعطيات معطياتي انا. انا لازم نقراهم شو فما في وسطها. دونك هذا لا يمكن وش نلقاه في القانون يقول لك انه كل انسان يحاول ينحي التشفير حتى صاحب البطاقه يعاقب بخمس سنين سجن. يعني هذا غير مقبول، انا حامل لبطاقه فيها معطيات تهمني انا وما عنديش الحق باش ندخل لهم، وكان نحاول ندخل لهم نعاقب بخمس سنين سجن، هذا غير معقول وهذا خارق للفصل 24 من الدستور اللي يقول انه الدوله تحمي الحياه الخاصه للافراد. في ما هو معمول به، ونختم معاك في النقطه هذه، ما هو معمول به في لي ستاندار انترناسيونال في العالم، يعني بطاقه التعريف، بطاقه الهويه نتاع الشخص، شنو المعطيات اللي لازم يكونوا موجودين فيها؟ خاطر مثلا كي قريت الملحوظات نتاعك انت كرئيس الهيئه الوطنيه لحمايه المعطيات الشخصيه، لقيتك مثلا فما اعتراض على انه العنوان الشخصي لادريسه نتاع الشخص من يوسكن تكون موجوده في بطاقه التعريف. هو ساعه هو اعتراض مبدئي، لانه العنوان ليس مكون للهويه. هو متغير. دونك الاسم، اللقب، تاريخ الولاده، الصوره، البصمه، اتسيتيرا، هما مكونات للهويه، هما يثبتوا الهويه، والامضاء يثبت الهويه، لكن العنوان لا يثبت الهويه. وهو متغير، إذا علاش هو هذا معطى شخصي نمشي نكتبه أنا الناس كلها باش تقراه؟ شنو لازم يكون في بطاقة تعريف كمعطى؟ أنا بطاقة تعريف الاسم واللقب، تاريخ ومكان الولادة،
والامضاء والصوره لا والصوره بيان سور والبصمه, والبصمه وي والبصمة. وي بيان سور البصمه اللي انا بيومتريك هذا هو الانتيري نتاعها هو انه فما معطيات مرقمنه موجوده في وسط الشريحه تسمح بمعرفه الشخص سانز اوكان دوت. تحب تزيد معلومه اخيره ولا لفت انتباه اخير للمواطنين قبل ما نختم معك سي شوقي؟ لفت الانتباه انا نقول راهو الحمايه ماهيش الهيئه وماهوش القانون وماهوش الدستور هو اللي يحميها راهو التعامل نتاعكم انتم مع معطياتكم كل يوم اذا كونوا شحوا شويه على بريميرمون حطان معطياتكم على كل هالوسائل التعامل الجدد هذوما وثانيا ارفضوا ارفضوا انا نمشي وما نقولش شنو هي سيفتي وقت يقولوا لي نعطي شيك ويقول لي اعطيني بطاقه تعريف باش نكتب نقول له مانيش عاتي ومانيش شاري وبسلام وفي كل الحالات يبيعوا لي من غير ما نعطي بطاقه تعريف تاعي باش ياخذ منها المعطيات دونك ارفضوا الناس الكل اعملوا كيما شوقي قد ايش وكان لزمكم باش تاخذوا باش تعطيوا نمره تليفون اعطيوا نمره غلط ما يتعاقبش عليها القانون على الفيسبوك بالاخص والتويتر كومباني شكرا سي شوقي قداس رئيس الهيئه الوطنيه للمعطيات الشخصيه مرحبا بك بحضنا مره اخرى كي فما اكتواليتي شكرا لك نخلي الخط